ما زالت الفصائل المسلحة تعمل على تعزيز نفوذها في العراق مستندة في ذلك إلى دعم بعض الأحزاب الموالية لإيران بالشكل الذي يضمن بقاء السياسة العراقية متلائمة بشكل أو بآخر مع سياسة طهران. نشاط هذه الفصائل الخارجة عن القانون تارة يتجه نحو استهداف القواعد العسكرية بذريعة الضغط لإخراج القوات الأجنبية من البلاد، وتارة تتجه نحو استهداف الناشطين والشخصيات الرافضة للتدخلات الإيرانية في شؤون العراق الداخلية. باحثون أكدوا أن هذه الفصائل التي تشكلت منذ سنوات عدة تمتلك ما يكفي من المال والسلاح والنفوذ لتتحكم حتى بالمؤسسات الحكومية، مستمدة قوتها من الأحزاب السياسية الداعمة لها. الفصائل المسلحة غير المنضبطة، علينا أن ندرك متى أنشأت. أنشأت منذ سنوات وأصبحت لديها قوة المال وقوة السلاح، وأصبح لديها قوة النفوذ على حتى المؤسسات الحكومية التي تحكم بالقانون. آخرون رأوا أنه من الضروري تبني الحكومة لحوار سياسي وطني مع كل القوى السياسية التي تمتلك جماعات مسلحة، باعتبار أن سياسة الاحتواء هي الحل الأفضل للسيطرة على هذه الجماعات المسلحة. السلطة أتت من الأحزاب التي تدعمها، وبالتالي فإن سلطتها أصبحت خارج القانون، تستغل الباجات، العجلات، الصلاحيات الممنوحة. سياسة الاحتواء هي التي تستطيع السيطرة على هذه الجماعات المسلحة. ومهما كانت أسباب أو دوافع عمل الفصائل المسلحة داخل العراق، تبقى مسألة تقويض سطوتها على مفاصل الدولة والمؤسسات وحياة العراقيين هو الفاصل الأهم في إنهاء جميع مظاهر الخروج عن القانون وانعكاسات ذلك على مستقبل البلاد وما يتطلع له العراقيون باسترجاع بلدهم من جميع أشكال الهيمنة والتدخلات الخارجية.